وأخيرا إبداع العراقيين لا يعرف الحدود. الطالب حامد الخباز المقيم في كندا اكتشف ثغرة في شبكة البيانات الإلكترونية الخاصة بجامعته هناك. هذا الاكتشاف كلف الخباز ثمن دراسته حيث قامت الكلية بفصله، إلا أنه تلقى فيما بعد عروضا كثيرة من شركات الأنظمة المعلوماتية كونه من المتميزين في هذا المجال. نتابع معا هذا التقرير. حرصه للحفاظ على أسرار زملائه الطلاب كان سببا في فصله من الكلية التي يدرس فيها. تلك هي حكاية الطالب العراقي حامد الخباز المقيم في كندا، والذي أصبح حديث الناس بعد أن اكتشف ثغرة في الشبكة الإلكترونية يمكن من خلالها اختراق قاعدة البيانات للمؤسسات التعليمية في إحدى المقاطعات الكندية. واني كنت بالمدرسة داوسن كوليدج بالمونتريال كندا، وكنت أدرس كمبيوتر ساينس. لقيت الثغرة بالكمبيوتر صدفة على مود أو السيستم قاعد نستعمل بالمدرسة، يعطينا طريقة حتى نشوف درجاتنا وسكجول مالتنا. شهامته العراقية الأصيلة وأخلاقه الإسلامية الممتدة جذورها إلى مدينة كربلاء مضت به لإبلاغ الشركة المسؤولة عن إنشاء نظام المعلومات حال معرفته بالثغرة، خوفا من استغلالها من جهات أخرى. إلا أن الجامعة التي يدرس فيها اعتبرت اكتشافه هذا قرصنة وتسللا إلى نظام المعلومات السري للطلاب. أنا قدمت طلب إلى داوسن كوليدج بس هم ما جابوا إلى الطلب مالتي، ما يريدون يرجعوني بكلية مالتهم. أنا قاعد أدور الكليات جديدة بس لهسه صار عندي كم أوفرات من في الكلية، الاثنين يريدون أروح وياهم. هل سيجد هذا الطالب العراقي مقعدا دراسيا في كلية كندية أخرى، أم أنه سيقبل إحدى العروض التي انهالت عليه للعمل مع شركات الأنظمة المعلوماتية؟ لقناة كربلاء الفضائية، أحمد علي. مشاهدينا، ومن هذا التقرير تكون جولتنا الإخبارية قد انتهت، وهذا تذكير بأهم العناوين. الإعلان عن بدء أعمال المرحلة الثانية من تنصيب شباك مرقد الإمام الحسين عليه السلام. العتبة الحسينية المقدسة تشارف على افتتاح دار الطباعة تضم أرقى المكائن العالمية. فعاليات ونشاطات ومعارض الرسوم والكتاب في مهرجان براعم كربلاء للأطفال. مدارس الأطفال المسلمين في بريطانيا تواصل برامجها الهادفة لترسيخ حب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. مشاهدينا، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في كربلاء كانت هناك، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم منا أجمل منى والتحايا. في أمان الله.